أهلا بحضراتكم من جديد. حديثنا مستمر مع دكتور فريد البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. دكتور، كيف يمكن لما يحدث في غزة أن يؤثر على الأمن القومي المصري؟ ويعني حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن أننا دولة عمرنا ما شوف ما بصينا بره حدودنا، نعي حدودنا تماما ولا نتطلع خارج هذه الحدود. طبعا هي القضية المثارة حاليا هي قضية الحدود، انه احنا عندنا قصف مستمر على حدودنا ناحية رفح، وفكرة الزج بمصر في القضية انه محاولة يعني فتح الحدود او تهجير الفلسطينيين لمصر، وموضوع التهجير طبعا اولا في ضرر كبير للقضية الفلسطينية، لانه دي اكتر حاجة تتمناها اسرائيل ان الفلسطينيين يسيبوا الاراضي ويروحوا اي حتة يعني. فده جزء يعني تفريغ فلسطين من اهلها بالضبط. وبعدين انت ما تعرفيش لو حصل حاجه زي كده العناصر اللي ممكن تتسلل من الحدود من الانفاق هيبقى شكلهم ايه، توجهاتهم ايه. ويمكن شاهدنا قبل كده في يعني سنوات ايام الاخوان كان في عناصر ارهابيه بتتسرب عبر الانفاق، وفي اسلحه بتدخل مصر، وده كله في يعني في ضرر بالغ بالامن القومي. لكن ليس فقط الأمن القومي المصري في رأيي، وأيضا الأمن القومي العربي في وضع هكذا يعني بالتأكيد هو الإرهاب أصله لا حدود له، يعني إذا حضرتك تسلل أي إرهابيين في وسط هذه الأزمات وتسللوا عبر الحدود، الإرهاب عابر للحدود ولا حدود له، وهيضر يعني أمننا. لكن نحن نثق أن عندنا الآن تحركات قوية ونعي يعني الأجهزة المصرية سواء القوات المسلحة أو أجهزة المخابرات تعي هذا الأمر جيدا، وتستطيع أن تؤمن الحدود وتتعامل مع هذا الأمر بقوة. وأثق أننا لن نفرط أولا في القضية الفلسطينية، ولن نفرط في حق الفلسطينيين في أراضيهم، ولن يعني نذعن لأي محاولات لهدم هذه القضية واستخدام مصر فيها. وفي نفس الوقت لن نفرط في حدودنا، نحن لن نتوانى عن خدمة أهالينا، ومصر استقبلت فلسطينيين كثيرين في أزمنة وما زالت تستقبل، وبها كثير من الفلسطينيين موجودين لكن عايشين معنا من ساعة ما اتولدوا جيراننا وإخواتنا وحبايبنا. عمرنا ما قصرنا في حقهم ولا في حق أي عربي يلجأ إلى مصر، لكن في هذا السياق تحديدا الأمر يضر بالفلسطينيين قبل أن يضر بمصر. وده اللي أوضحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ندعم الأشقاء العرب في قضيتهم والحفاظ على الأراضي الفلسطينية. فمصر بأجهزتها وقيادتها تثق أو تدرك هذا الأمر جيدا، وأتصور أن الفلسطينيين أيضا يدركوا هذا الأمر جيدا، وهناك بعض الأطراف الخارجية تحاول اللعب في هذا الأمر، ولا أتمنى أن يكون هناك أي يعني تطور يضر لا بالقضية الفلسطينية ولا بالأمن القومي المصري. تصاعد حدة العنف وزيادة وثيرة العنف داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية وعلى مدار 6 أيام، يعني حالة من الإبادة الجماعية إذا صح التعبير تحدث في غزة، والمجتمع الدولي والأخص المجتمع الغربي يرى بعين واحدة، يرى ضحايا من الجانب الآخر ولا يرى ما يحدث في هذا الشعب طوال 75 عام. بالضبط، يعني هو ده زي ما بنقول هو امر يعني مرعب. ده مش هجمات عسكريه ولا هجمات ضد ميليشيات، ولكن دي اباده جماعيه لشعب، وده ضد كل الاعراف الدوليه حتى في ظروف الدفاع عن النفس ولا في ظروف الحرب. الاباده الجماعيه بهذه الطريقه والقصف ضد مدنيين عزل امر غير مقبول بكل الاعراف والمبادئ الدوليه. ويعني احنا كالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طلعنا بيان في بداية الأمر بنناشد كل الدول ولخطيبنا الأحزاب الشقيقة في الدول الغربية انها يعني تناشد حكوماتها التدخل وإيقاف هذا التوجه، إيقاف هذه الإبادة الجماعية، وإقرار سلام ووقف إطلاق النار. وأتصور ان مصر بأجهزتها ومخابراتها عندنا قدرة على التواصل، واستطعنا قبل ذلك إيقاف الصراع في وقت كان العالم كله غير قادر على الوساطة. وأتصور أن احنا نقدر الوقت اللي جاي نتدخل ونستطيع إقرار أو المساعدة في وقف إطلاق النار، لكن لازم العالم كله يتحرك ويتحرك في اتجاه إيقاف النيران، إيقاف الإبادة، إيقاف العنف ضد المدنيين، إقرار السلام، مش في اتجاه أنه هو يكون دخول أطراف بيزكي أخرى الحرب للصراع أو بيرسل أسلحة وإمدادات حربية لزيادة شدة الحرب والقصف على الجانب الفلسطيني.
مع استمرار الدعم الغربي ووصول أسلحة أمريكية بالفعل للأراضي الإسرائيلية، كيف يمكن الحديث اليوم عن تطورات أخطر في هذا الصراع العربي الإسرائيلي طويل الأمد، ويعني الحديث عن أنه هذا هو المنعطف الأخطر للقضية الفلسطينية؟ يعني هو للأسف يعني اللي حصل، الهجمة اللي حصلت في 7 أكتوبر على إسرائيل كانت هجمة غير متوقعة، وبغض النظر عن نتفق أو نختلف مع ما حدث، هو كان في هزة قوية للمخابرات الإسرائيلية وللدفاع الإسرائيلي، ولم تشهد إسرائيل من قبل هجوما بهذا الأمر. ورغم أن احنا كنا يعني نتخوف مما حدث أن يكون هناك رد فعل عنيف لهذه الهجمة، لكن الهجمة للأسف أكسبت إسرائيل تعاطف بعض الدول الغربية، وهم استطاعوا أن هم يلعبوا على هذا الجزء عشان يظهروا نفسهم كضحايا لهجمات، وأنه راح من عندهم مدنيين وأنه في جماعات إرهابية بتحاربهم. لكن احنا لازم العالم ينظر إلى القضية منذ بدايتها يعني جملة واحدة، ويشوف أنه هذا الشعب كان شعب يعني تحت ضغط لمدة 75 سنة، مضغوط عليه ضغط، حصار اقتصادي، حصار سياسي، احتلال عسكري. فلما يحصل انفجار نتيجة هذا الضغط، ما نقدرش النهارده نقول انه حصل انفجار، لكن انت ما شفتش ان كان في ضغط بقاله 75 سنة وبتتكلم على الانفجار اللي حصل دلوقتي، بتتكلم على الهجمات اللي بدأت 7 اكتوبر. فالقضية تؤخذ كلها برمتها منذ بدايتها. اكيد في يعني اطراف مدنية راحت نتيجة هذا الصراع. فانا يعني العالم لازم ينظر بميزان عدل، زي ما قلت انه اقرار السلام يساوي العدل. ما ينفعش نقول ان هنوقف اطلاق النيران وفي ظلم وفي شعب يعاني من الظلم ومن الحصار، لازم يكون في هناك اتفاق ويكون الفلسطينيين طرف في هذا الاتفاق، لانه في كثير من المراحل في وقت اطلاق النيران كانت الدول الغربيه تتفق مع اسرائيل والفلسطينيين لم يكونوا طرفا في هذا الامر. فلابد ان تكون فلسطين طرف في هذا الاتفاق على مائده المفاوضات، يتم وقف اطلاق النار ويتم اقرار القرارات الدوليه، اقامه دولتين، حق فلسطين في تقرير مصيرها، حق فلسطين في أراضيها. إسرائيل لازم ترحل عن كل الأراضي الفلسطينية اللي هي وضع إيديها عليها، ويكون في سلام كامل، دولتين كاملتين. ما ينفعش يبقى نقول إن احنا عندنا دولتين وفي دولة محاصرة، وإسرائيل تتحكم في الإمدادات، تتحكم في الاقتصاد، تتحكم في البترول اللي داخل واللي خارج، فهي يعني دولة ودولة أخرى تحت الاحتلال. الآن هي تتحكم في الحياة، حياة أو لا حياة في قطاع غزة، بضرب المعبر، بمنع المساعدات والإغاثات الإنسانية للوصول للقطاع اللي محاصر بدون مياه، بدون كهرباء، بدون طاقة، بدون أي شيء، بدون يعني إغاثات ومساعدات طبية يرسلها العالم بالطبع يعني لغزة، وتمنعها إسرائيل من الوصول للقطاع. ويمكن ده اللي أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه اليوم والخارجية المصرية على ضرورة إيصال الإغاثات والمساعدات الإنسانية للقطاع عبر العريش، وفي انتظار أن يحدث هذا وأن ينصت المجتمع الدولي لصوت الحكومة المصرية والقيادة المصرية الرشيدة والحكيمة في القضية الفلسطينية منذ البداية. يعني بالظبط. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. عفوا. كده مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا، دمتم في أمان الله.